السلام عليكم، معكم دكتور الصيدلي محمود قريطم. النهارده هنتكلم عن افضل غسول مناسب للبشره. بنات وستات كتير بيجوا للصيدليه وبيسالوا عن افضل غسول مناسب لبشرتهم. بدايه كده، البشره انواع، في البشره الجافه وفي البشره الدهنيه وفي البشره المختلطه اللي ما بين الجافه والدهنيه. اول غسول هنتكلم عنه النهارده وده يعتبر من افضل المنتجات الموجوده في السوق المصري، اللي هو نتري غسول. زي ما حضرتك شفتوا، نتري غسول الميزه اللي فيه انه مناسب لجميع انواع البشره، كمان غسول مناسب للجسم لانه بيحتوي على مكونات طبيعيه زي حمض الساليسيليك وزي كمان البنسينول والجليسرين. البنسينول والجليسرين دي مواد مرطبه للبشره، بتساعد على تنعيم البشره وزياده على ترطيب البشره وزياده نعومتها. كمان بيحتوي على زيت شجرة الشاي وخلاصة الزعتر والزنك، ودي مواد مضادة للأكسدة والالتهابات. كمان نتري غسول بيسهل على تنظيف البشرة من الجراثيم والأتربة والأوساخ وإزالة كمان أثار أو بقايا الجلد الميت، بقايا خلايا الجلد الميت اللي بتكون موجودة على البشرة. نتري غسول كمان مفهوش صابون، فمناسب للبشرة فمش هيساب حساسية للبشرة. استعمال نتري غسول هو اننا الاول نغسل البشرة بمية فترة، ونستعمل غسول على الوجه 3 مرات في اليوم، ومنسيب الرغوة حوالي دقيقة، وياريت ما نزودش عن دقيقة، عشان لو زودت عن دقيقة ممكن الغسول مش التهابات او حمار بسيط في البشرة. سعر نتري غسول هو 75 جنيه. طب يا دكتور، لو واحدة بشرتها دهنية أو مختلطة وعندها حب شباب، أنا عايز حاجة أو غسول يركز على حبوب الشباب، عشان كده النهاردة برضو جبنا لكم منتج متميز في لعلاج حبوب الشباب وخصوصا للبشرة الدهنية والمختلطة، هو ستارفيل غسول. زي ما حضرتك شفتوا، ستارفيل غسول المنتج ده يحتوي على مكونات طبيعية زي حمض الساليسيليكا والكبريت، وده مواد بتساعد في القضاء على حبوب الشباب. كمان في البنسينول وخلاصة الصبار والألانتوين، ودي مواد مضادة الأكسدة ومضادة الالتهابات وبتساعد على ترطيب البشرة ونعومتها. كمان في خلاصة العرق أسوس، يعني كمان هيفتح البشرة، هيفتح آثار حبوب الشباب. كمان لو واحدة عندها آثار حبوب شباب أو رؤوس سودا كمان يساعد في تفتيح البشرة كمان والقضاء على حبوب الشباب. الميزة كمان اللي في ستارفيل غسول انه بيكون طبقة حماية على البشرة، فهو متميز وفعال في البشرة الدهنية والمختلطة اللي بيكون فيها حبوب شباب. ستارفيل غسول استعماله زي النتري، برضو بنغسل البشرة بمية فترة، وبنستعمل غسول 3 مرات على الوجه، وبنسيب رغوه دقيقه، ويا ريت ما نزودش عن دقيقه، عشان لو زودت عن دقيقه برضك هيعمل برضك التهابات او حمار في البشره. ستارفيل غسول من المنتجات المتميزه جدا، اللي لو قلنا زي ما قلنا لواحده بشره دهنيه او مختلطه وعندها حبوب شباب ينفع لها، وكمان بيساعد على تبييض البشره. يبقى احنا عندنا منتجين متميزين، اللي هو النتري غسول وستارفيل غسول. النتري غسول ده مناسب لجميع انواع البشره، ولو واحده بشرتها دهنيه او مختلطه في حب شباب يبقى انصحها سام ستارفيل غسول. لازم كل واحده تهتم ببشرتها كويس جدا، وخصوصا في فصل الصيف، لان البشره بتبقى معرضه للاتربه والجراثيم، وبيبقى في يظهر حبوب بسيطه في البشره، فلازم الواحده تعتني ببشرتها. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ويا رب تكونوا استفدتم. سلام عليكم.